أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام سيبري نشر اليوم الاثنين أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عاما من التراجع وسط تفاقم التوترات العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كانت لدى القوى النووية التسع بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا 12705 رؤوس حربية نووية في أوائل 2022، أي 375 رأسا أقل مما كانت عليه أوائل 2021. وقد انخفض العدد من أكثر من 70,000 في عام 1986، إذ خفضت الولايات المتحدة وروسيا تدريجيا ترسانتهما الهائلتين اللتين تراكمتا خلال الحرب الباردة. ولكن باحثين من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام قالوا أنه يبدو أن عصر نزع الأسلحة يقترب من نهايته، وأن خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة. وقال مات كاورودا أحد المشاركين في إعداد التقرير لوكالة فرانس بريس: قريبا سنصل إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها العدد العالمي للأسلحة النووية بالارتفاع للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة. ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث في مناسبات عدة عن إمكانية اللجوء إلى الأسلحة النووية في إطار الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه قال معهد الأبحاث إن دولا عدة بينها الصين وبريطانيا تقوم إما رسميا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترساناتها أو تعزيزها.